كيفك يا بشو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 7/6/2012، طبعا نحن بشارع الكورنيش الرئيسي بداخل شارع اول فرعي. طبعا الناس عم تهجر من بيوتها بسبب الصواريخ الحراريه وقذائف الهاوي. ما تقولوا شو بلاقوا السيارات، شايفين اهالي عم تنزل عفشه وثيابها بعد المجازر اللي صار بالحولي، ذبح السكاكين، مجزره صار في الحمامات. هلا الناس شوفوا شو عم تتهجر، عم تضب عفشه وتطلع، وقصف العشوائي، ما في بيت الا ما تدمر، ما في سياره الا ما هبيت. لما بكل مكان هذا احد الاشخاص عم يفضي مكانه. والله يا خالي كثير حيعدوا هالزلمه، ما خلوا لا حدا سدوا عمره 70 سنه، لا هو بهوى اصلا الاجره، ما عندنا اثبات من هالشيء، مصائب هالشيء. هذا وينك وين تسكن؟ وين هلا؟ بدي اسكن بالخيام يا اخي، الخيام برسمه محلنا علي النوار. شلون بدك تدبر اكلك؟ ان الله ان الله، يعني ما بتقدر تضل قاعد اكثر من وين يا اخي؟ هاي راحت ستي وراحت امي وراح ابي، ضربوها وين؟ اصل اجرون، شو بدي اكثر من هيك؟ هاي روحت عيني كلها. الحمد لله رب العالمين. انت مصمم لحد الان على الثوره؟ لاخر نقطه من دماغنا. لحتى اخي لا الموت لا النصر. يعني شباب رايك اذا ماتت خلص كلها؟ بده يفز اشجار من تحت الارض، اشجار من تحت الارض تفز ويكون الله يقويك يا رب.